هقول لحضراتكم دلوقتي مفاجأة. أنا الحقيقة وأنا قاعد بتفرج على هذا الافتتاح ووجود كل أعضاء المجلس ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمجموعة اللي موجودة كلها الحقيقة، مي إيه موجودة ودكتور محمد سراج، الكل موجود الحقيقة، وقد إيه هم فرحانين بهذه الطفرة الإنشائية اللي موجودة داخل النادي الأهلي في كل مقراته. وأنا هوري حضراتكم دلوقتي هو إيه اللي حصل في التجمع الخامس، هو إيه اللي حصل. مهندس سيف الوزيري طبعا رئيس مجلس إدارة شركة استادات، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أثناء وصوله لحضور هذا الافتتاح صالة أو صلاة مجمع الصلاة في الشيخ زايد. زي ما بقول لحضراتكم أنا شوية وحوري حضراتكم هو النادي الأهلي عمل إيه خلال هذه الفترة، إيه الحاجات اللي عملها النادي الأهلي خلال الأربع سنوات اللي فاتت. زي ما حضراتكم شايفين تهنئة المهندس سيف الوزيري للدكتور سعد شلبي ولأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بافتتاح الصلاة في فرع الشيخ زايد.